واذكر في الكتاب مريم، وسنأتي إذا أذن الله على اسم مريم. ما في اسم يا عباد الله في الكتاب من أمر الله كتبه إلا وهو يريد به شيئا. قال: وقتل داود جالوت لما أخرج لبني إسرائيل من ينصرهم، قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اسمع، عدو اليهود جالوت، ناصر اليهود من المسلمين يومها طالوت، عدوهم جالوت عند العامة هذا لا يعني شيئا، لكل مستبصر هذه بينة أن فيها ما فيها، وإن أذن الله بينا فيها. مريم من الآن ما اسمها وماذا يراد؟ وحار الناس وقالوا فيها كثيرة، ويعني لعلي أعاجل، ولكن لها في جذر العربية محل من ريمة، مريم والميم مزيدة كما تقول مقعد، كما تقول العامة مصيف، فالميم مزيدة، إنما هي من ريمة، وريم بالمكان أقام به. اسمع، ريم بالمكان أقام به. فمريم كانت في المحراب، ولا كانت يعني رائحة جائية، كانت ذاهبة متبرجة سافرة في الناس، أم كانت في المحراب مريمة فيه؟ واضح. وستجد يعني حين قال الله: فاتخذت من دونهم حجابا، وهي محجوبة عن الناس. ولما أراد الشيطان لما ولد المسيح أن يطعن كما طعن في كل الخلائق، أراد أن يطعن فطعن في الحجاب، فهذا العبد الصالح وأمه في حجاب مذ خلقا. والأمر الحق، يعني كل أمر الله عجيب. آية واضح. فمريم من تريمها بالمكان وإقامتها كما قال الله لنا في سورة الأحزاب، يعني لأمهات المؤمنين ولمن كان وراءهن من المسلمات: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالاستقرار والقرار في البيت من مثل هذا، وهذا ما كانت عليه الصديقة مريم عليها صلوات الله.